نشرت صحيفة الغد مشاهدينا مقال للكاتب الأستاذ الدكتور محمد أبو رمان بعنوان قرار صائب. جاء في هذا المقال موقع رئيس الجامعة اليوم في الأردن يتطلب صفات قد تتجاوز الجوانب الأكاديمية البحتة، فالأهم هي الجوانب القيادية وكذلك الإدارية، لأننا نتحدث عن تركة كبيرة من التداخلات والأخطاء والمسارات غير المنضبطة تستدعي رجل إنقاذ، وهو ما ينطبق على الجامعات المختلفة، لأن أغلب جامعاتنا تعاني اليوم من مشكلات مالية وإدارية وتدخلات من الجهات المختلفة. طبعا هذا هو القرار الذي يتحدث عنه الأستاذ الدكتور محمد أبو رمان، يعني ونتأمل هو قرار صائب، ولكن نتأمل أيضا أن يؤخذ بعين الاعتبار. تفاصيل يعني أكثر عن هذا المقال نرحب باسمكم اليوم بالأستاذ الدكتور محمد أبو رمان. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، صباح الخير لك هنا وللأخوة. أهلا فيك. موضوع في غاية الأهمية، وخاصة أنه يعني لا ننفك أبدا في وسائل الإعلام المختلفة بالحديث عن الإرهاب وأسبابه، وأيضا الحلول التي ممكن أن تفضي إن شاء الله لنتائج مختلفة. الجامعات اليوم لها دور، ودور كبير أيضا في الحد من انتشار هذه الظاهرة. وتبدأ حضرتك وكأنني أقرأ أنه إذا بالفعل نحن غيرنا مجموعة من المعايير من رأس يعني الهرم في الجامعة، قد بالفعل يتغير مناخ هذه الجامعة بشكل عام. يعني هذا صحيح حنا. الفكرة الرئيسية هي أنه التعليم العالي اليوم يعاني من أزمة الكل يعترف بها، أصبح هنالك إقرار بأن هنالك تراجع في التعليم العالي، في أداء الجامعات، مستوى الجامعات، والجامعات هي حاضنة الشباب اليوم، خاصة نعم. الشباب المثقف المتعلم، الشاب اللي احنا نؤمل فيه في المرحلة القادمة ان يذهب الى سوق العمل، ان يملأ المجال العام، ان يشارك في الحياة العامة. فبالتالي لابد من يعني ان يكون موضوع الجامعات أولوية لدى الحكومات. نحن نتحدث في هذا المقال عن جزئية من هذه الجزئيات، وهي جزئية الإدارات الجامعية. نعم. كنت سابقا قد كتبت مقال طالبت في رئيس الوزراء بأن يكون هنالك اهتمام بموضوع اختيار رؤساء الجامعات، بخاصة الجامعة الأردنية اللي هي يعني أم الجامعات، فيها آلاف الموظفين وأساتذة الجامعات، فيها عشرات الآلاف من الطلاب، وبالتالي بحاجة إلى مواصفات معينة نعم. في رئيس الجامعة كي يكون بالفعل بمثابة رجل إنقاذ نعم. ورجل موقف ورجل قرار. بالمطلق يعني نعم. وتحديدا يعني يجب أن تكون هنالك مرحلة إنقاذ يعني في شتى المجالات اليوم، ولكن تحديدا في الجامعة الأردنية يعني كغيرها من الجامعات، ولكن كنا نسمع أكثر عن إرهاب داخل أسوار الجامعة نفسها لأسباب مختلفة ما بين الطلاب، يعني الإرهاب بمعنى نعم. العنف الطلابي هنا أقصد. صحيح. يعني من وجهة نظرك هل بالفعل إن ما تم تغيير آلية يعني اختيار واعتماد الإدارات ورؤساء الجامعات أيضا، وأخذوا بعين الاعتبار هذه الجوانب المختلفة التي تحدثت عنها، هل بالفعل ممكن أن تؤثر يعني بشكل عام؟ ولا نتحدث عن منظومة أكبر اليوم ورئيس الجامعة قد لا يستطيع أن يفعل المستحيلات؟ رئيس الجامعة لا يستطيع أن يفعل المستحيلات، كما أنه وزير لا يستطيع أن يفعل المستحيلات، رئيس الوزراء لا يستطيع أن يفعل المستحيلات، مدير مؤسسة لا يستطيع أن يفعل المستحيلات، هذا صحيح. ولكن أنا بتقديري من أولوياتنا اليوم في الأردن ومن أولويات الإصلاح الذي نتحدث عنه وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. نعم. مشكلتنا خلال الأعوام الماضية هي وضع رجل غير المناسب في المكان المناسب، وبالتالي صار هنالك أزمات ومشكلات بنيوية خطيرة ومتعددة في العديد نعم. من المؤسسات، فما بالك عندما نتحدث عن الجامعات. أنا فقط نعم. يعني الموضوع هو موضوع مرتبط بآلية اختيار رئيس الجامعة. أنا بتقديري الآلية التي تم وضعها قد تكون نظريا جيدة، ولكنها عمليا لم تؤدي إلى نتائج، بحاجة إلى مواصفات قيادية بمواصفات إدارية معينة في رئيس الجامعة كي يكون قادر بالفعل على الأقل على إحداث ما نسميه نقطة التحول، نقل الجامعة من مسار ما إلى مسار آخر مختلف. وبالتالي هو يعني المشكلة هي في المسار العام أكثر ما هي المشكلة أنه في تراكم السلبيات. نعم. إذا غيرنا المسار تتغير النتائج، لكن إلى الآن نحن
في جامعاتنا في تعليمنا نسير باتجاه خاطئ. نعم، ويعني نتهج إن أحببت نفس المسارات ونريد يعني هيك بمعجزة أن تتغير النتائج، وهذا ضرب من الجنون يعني بالنهاية. هلا السؤال الأهم دكتور، يعني إن بالفعل استطعنا أن نجد رجال الإنقاذ ورجل الإنقاذ في الجامعة الأردنية، وإن كانت بالفعل يعني هذه الآلية ستفضي إن شاء الله لي يعني لاختيار أفضل قد يكون، هل يستطيع لوحده يعني هل يملك قرار تغيير الكثير من النصوص المواد، يضبط أكثر الإيقاع داخل الجامعة؟ وخاصة نحن نعرف اليوم أنه في عنا مجموعة من الكليات بها مشاكل كثيرة، في مجموعة من الكليات يعني لا نريد أن نسمي الآن فيها أيضا يعني خطاب متطرف قد يكون، في عنا مشكلة أساسية لليوم لها علاقة بإعاقة العمل الحزبي في الجامعة أو التخويف منه، يعني هذه التفاصيل كلها كيف نفهمها؟ هل بالفعل يستطيع يعني يملك القدرة والقرار أن يغير، ولا أيضا هنالك إملاءات تملى عليه؟ يعني في اكثر من جانب هناء بالسؤال تفضل فيه. الجانب الاول هو مرتبط بما نقوله دائما، حتى اذا تتذكر كنا نتحدث فيه عن رئيس الوزراء انه لا يملك عصا سحريه. نعم، لا يوجد اليوم مدير او مسؤول في الاردن يملك عصا سحريه. ليست القصه مرتبطه فقط بقرار، وان كان القرار مهم جدا جدا، القرار هو له دلالات وله تاثير يتجاوز يعني موضوع اي قرار باخذه الى موضوع ما هي دلالات هذا القرار. نعم. لكن لأنه إحنا أمام تراكمات صارت خلال الفترة الماضية في كل مجالاتنا، في السياسة، في الاقتصاد، في التعليم، صار في تراكم سلبيات كبير في الجامعات الأردنية، في التعليم العالي صار في تراكم لمجموعة كبيرة من السلبيات، منها تفضلت في ضعف استقلالية الجامعات، منها أزمة المديونية الكبيرة لدى نسبة كبيرة من الجامعات، منها إغراق الجامعات بأعداد كبيرة من الموظفين غير المؤهلين. نعم. منها غياب المعايير العلمية، منها غياب المعايير السياسية والحياة الطلابية التي هي تمثل جدار حماية ضد الفكر المتطرف. كل ذلك مفهوم، لكن في البداية لابد أن يكون رئيس جامعة يدرك هذه الأخطاء، لديه هذا التشخيص، لديه إرادة وقرار بأن يبدأ بالتغيير، تشكيل الفريق الذي يريده من أجل التغيير ويبدأ عملية التغيير. فالتغيير إلى الآن أنا أعتقد أنه لم يبدأ. لماذا؟ لأن هنالك ممانعة شديدة من قبل العديد من الأطراف وإنكار، حالة إنكار بما وصلت إليه الجامعات، وكما تفضلت أنت تدخلات كبيرة تأتي من خارج أسوار الجامعات أدت إلى ذلك. يعني أعطيك مثال أخير، مثل آخر عفوا، اللي هو في مقال اللي قبل هذا واللي هو أزعج وزير التعليم العالي وكتب ونشر رد مطول في جريدة الغد علي. نعم. عندما تحدث عن اختيار أمناء مجالس الجامعات اللي هم يفترض يقوموا بأدوار مهمة، اختيار هؤلاء الأمناء في أنا بعتقد خضع لتدخلات عديدة من هذه الجهة، تعرف دكتور، مما أدى إلى أنه يعني أصبحت الناس عند قناعة أنه القصة لا تتجاوز المحسوبيات. نعم. والواسطات والعلاقات إلى آخره. يعني المشكلة دكتور أنه الكثير منا نعي تماما هذه التحديات، والحكومة اليوم يعني أو الحكومات كلها كانت تعيها جيدا، وهنالك التخطيط الاستراتيجي في معظم المؤسسات على فكرة الحكومية موجود وتدفع عليه يعني آلاف عشرات الآلاف من الدنانير، ولكن مثل ما تفضلت حضرتك تبقى حبيسة الأدراج لأسباب مختلفة. طب إلى أين نحن ذاهبون يعني بالنهاية إن ما أصرينا أن نبقي الأمور على حالها؟ يعني الإرهاب اليوم مصادره شتى وكثيرة، يعني تبدأ ممكن أن تبدأ من البيت ولا تنتهي في الجامعة، صح ولا لا؟ هي منظومة كاملة وكلها بحاجة إلى فكفكة وحلحلة وقرارات سريعة، لأنه إن تم الآن أخذ قرارات سريعة نحن بحاجة لعقود من الزمن حتى تغير الثقافة. لوين رايحين؟ يعني لوين موديننا بالعامية يا دكتور؟ طبعا هنا سؤال مهم هذا، وخلينا احنا نخرج بس من موضوع الإرهاب على أهمية وخطورة هذا الموضوع إلى الحديث عن جوهر المشكلة الحقيقي. جوهر المشكلة أنه هنالك يعني المجتمع فيه تحولات كبيرة، هنالك أمراض عديدة حدثت، هنالك أزمات في البيروقراطية، هنالك أزمات في علاقة الدولة في المواطن، انهيار في الثقة العامة بين مؤسسات الدولة والمواطنين،
هنالك جيل جديد نشأ لا يشعر بأنه يجد نفسه، وبالتالي بدأنا تذكرين يعني هاشتاغ هاجر يا قتيبة. طبعاً يعني طبعاً. في عندنا أزمات كبيرة وعديدة وخطيرة ليس في الأردن فقط، في العالم العربي حوله. إذا أردنا بالفعل أن نكون نموذجاً مختلفاً، وإذا أردنا بالفعل كما يتغنى كثير من المسؤولين، وإذا أردنا بالفعل أن نحقق مستقبل أفضل لأبنائنا، لابد أن يقتنع المسؤولون والسياسيون بأن لحظة التغيير الحقيقية الجوهرية آنت. لابد أن ننظف البيت، بل نعزل البيت من الداخل بشكل بشكل ولكن كبير. في ممانعة دكتور، وأنت تعرف أكثر مني، يعني في تيار اليوم ممانع ومقاوم ويعني محافظ ومحافظ جدا، وللأسف كلها بسبب يعني بسبب مصالح شخصية. والأدهى من ذلك أنه اليوم بات المواطن، يعني المواطن اللي يعي قليلا ما يدور حوله، يشعر بالفعل أنه قد يكون هنالك حتى إملاءات يعني خارجية وأجندات خارجية حتى نبقى في هذا التجهيل وهذا التغييب. يعني دكتور محمد أبو رمان، أنا سعيدة جدا دائما بهذا الاتصال الصباحي مع حضرتك. بعرف أنه الصبح يمكن يكون أصعب أن تصل يعني إلينا، ولكن لن أيأس إن شاء الله، وسنبقى نحاول مع حضرتك حتى تكون موجود وتشرفنا يعني على هذه الطاولة تحديدا. تسلمي يا رب. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا.